ملي كتبغي غير واحد شدي لي باش ندير لي سجي اشدي هكذا فوالا كيما راكي متحركي هكذا كيما راكي كيما راكي متحركيش بسم الله بون هنا عندي لاصوص فينيغريت كمية أعرس كبيرة فوالا عندي جوج مغارف كرتون عندي جوج مغارف نتاع ملح جوج مغارف نتاع ملح العلبة تاع لاموتار تاع 130 غرام وراه الميزان تاعها 130 غرام فوالا هذيك اللي باش تكيلو عندكم زوج مغارف ونص تاع لاموتار فوالا زوج مغارف ونص تاع لاموتار اللي هي 130 غرام عندي السكر نديرو ثلث مغارف تاع السكر ثلث مغارف تاع السكر بوغ كاسي لي غوغ باش الحموضة هذيك القروسية تاع الخل وتاع واسمو تاع لاموتار نقصو لها شوية باش تشبك القاسحة فوالا عندي الخل خل القصبة أنا توجور نختار خل القصبة تاع القارص لا ماخت قصبة تاع القارص ولا تاع الثوم الكحل ما نستعملوش كاع نستعمل هذا النوع خرج لكم لاصوص فينيغريت بزاف شابه عندي هنايا ثلاث قراع ثلاثه ريفلات هذه كل قاروره فيها 950 مليلتر هيا فوالا راني نوري بيد ونخدم بيد المهم لا دوزيام كيما المايونيز حنا نديرو نرحو هذو نخلطو المكونات قبل ما نديرو الزيت باش لاصوص تاعنا تخرج لنا مليحه ماشي ثقيله كيما تاع المايونيز نخلطو مليح عندي 4 ريتلات زيت 4 ريتلات زيت شوفي شكون الملكة فوالا هذيك الكمية نصها نتاع زيت ونصها تاع خل يعني الزيت غالبة شوية الخل باش تخرج لنا لاصوص شابة مالك اقول ما ينساش يصفوها كنا ما فين ينساوها يصفوا لي لاصوص فينيغريت باش ما تحصليش في القرع من بعد بون انا كملناها انا كملناها تحصلنا على الكميه تاع 7 ريتلات نتاع صلصه لاموتارد صلصه الخل اللي توكلنا حوالي ديرنا حوالي 600 شخص حتى تكفيكم حتى 600 شخص هاليك 7 ريتلات هذا الفيديو يرفد وهذه الطوماطش كيما الحين دركا
هذا البيتون يرفد 10 ريتلات، راكم تشوفوا ولاحق 7 ريتلات. هنا 7 ريتلات عندنا 3 تاع خل و 4 تاع تاع الزيت، صافي راهي 7 ريتلات نتاع صلصة الخل لاصوص فينيغريت. هاني قلت لكم المكونات واش فيها، واش المكونات واش فيها. بعد ما كملنا رحيناها وخلطناها وانتزت جات المكونات مليح، نصفوها في الصفايه باش ما يجينيكمش هذاك الثوم كي تكونوا ديروا في الدغيساج. مالك حركي الشربه لا يسجيك، حركي الشربه راهي زايده باش كي تكونوا ديروا الدغيساج ما تواسيش، ما تحصل لكمش هذاك الثوم في لابوتي. صفوها وخلوها اكوتي حتى تبداو توجدوا في لسقات. لا لا باسكو الهيت مع التصوير. فوالا المهم هذه هي. السلام عليكم ورحمه الله.